نبدأ حلقتنا مع قوة الإطفاء العام. تقيم تمرين شامل 8 في منطقة عرفجان، يأتي هذا طبعا تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا زميل يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت المتواجد في هذا التمرين. يوسف صبحك الله بالخير، والله عينك على البرد، ويا ريت أيضا تكلمنا عن استعدادات التمرين الشامل وما هي تفاصيل النسخة الجديدة. نعم، كل الشكر لك زميلي نجيب، أصبح عليك بالخير وأيضا على زميلتي إسراء وأيضا القائمين على هذا البرنامج الرائع العالم هذا الصباح. مثل ما تفضلت زميلي نجيب، من تواجدنا في هذه اللحظة وبالتحديد في منطقة عرفجان، اليوم سوف ينطلق بعد قليل تمرين شامل في نسخته 8. طبعا مثل ما أكدت هذا الشيء زميلي نجيب، أن هذا التمرين تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح. سوف ينطلق هذا التمرين في أقل من غضون ساعة. طبعا هذا التمرين مشارك فيه أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية. هذا التمرين يبين المعضلة الكبيرة للحوادث لا سمح الله أو الطوارئ وجاهزية هذه الجهات في شكل عام. لكن مشاهدينا وزملائي حول هذا التمرين، يسعدنا أن نستضيف معنا العقيد محمد الغريب مدير العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، ليعطينا إيجاز كامل حول هذا التمرين. عقيد محمد، نصبح عليك بالخير، والله يعطيكم العافية. اليوم معضلة راح تنطلق بعد قليل، بس نبين للسادة المشاهدين شنو تمرين شامل. صبح عليك خي يوسف، ونصبح على جميع المشاهدين. تحت رعاية سيدي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور سيدي معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ينطلق بعد قليل تمرين شامل 8 بمشاركة 33 جهة حكومية وأهلية عسكرية ومدنية. وهذا التمرين يعد امتداد لتمارين شامل سابقة، وهذا التمرين طبعا يحظى في اهتمام ورعاية القيادة العليا لمهمة يعني شلون اشرح لك اخو يوسف، مهمة التمرين هذا في التعامل مع الكوارث والأزمات، لأن مثل ما لاحظنا في خلال السنوات السابقة حصل تغيير مناخي على جميع الدول، وتسبب في هطول أمطار غزيرة لبعض المدن والعواصم ما تسبب من أزمات وكوارث. طبعا يهدف هذا التمرين لرفع جهوزية جميع هذه الجهات للتعامل مع الأزمات والكوارث، وتحت قيادة مشتركة للتنسيق وتبادل المعلومات بين هذه الجهات للتعامل مع الحوادث والكوارث حسب إمكانيات كل جهة. طبعا هذا التمرين في معاضل مختلفة بالوقت الحالي راح تشوفونها إن شاء الله بعد قليل، لمعرفة إمكانيات كل جهة مشاركة في كيفية التعامل مع هذه المعاضل خلال أي أزمة تحصل. طبعا دولة الكويت لها استراتيجيات خاصة لحماية الأرواح والممتلكات، ومن هذه الاستراتيجيات هو تفعيل تمرين شامل 8 والذي يقام سنويا في دولة الكويت برئاسة قوة الإطفاء العام. ما راح نروح بعيد، أول أمس كان علينا أمطار خير على دولة الكويت، ورأينا معضلة رجال قوة الإطفاء العام في استقبال البلاغات، وأيضا مثل ما احنا دائما نقول قوة الإطفاء العام نصب عيونها حماية الأرواح والممتلكات. تقريبا كان عندنا بما يوازي 30 بلاغ في الأمطار في أول أمس، ولله الحمد ما كان في خسائر في الأرواح ولا خسائر مادية كثيرة. الكلمة اللي توجهونها بالنسبة لي خلينا نقول الجو سواء في الأمطار عندنا في الشتاء، شنو النصيحة المهمة تقدمونها للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة؟ وأكيد أنتم عندكم خطط بالنسبة لقوة الإطفاء العام بالنسبة لسوء أحوال الطقس. صحيح كلامك أخي يوسف، طبعا احنا قوة الإطفاء العام بعد ما وصلتنا رسالة الأرصاد الجوية في عدم استقرار حالة الطقس، طبعا تم رفع الجهوزية في كامل مراكز قوة الإطفاء العام البحرية والبرية والمطارات للتعامل مع هطول الأمطار إذا كانت غزيرة طبعا. وهناك خطط مسبقة وضعتها قوة الإطفاء العام ورصد أماكن معينة كان يكون فيها ارتفاع منسوب المياه،
وطبعا تلقينا بلاغات كثيرة وقت هطول الأمطار ما يعادل فوق 33 بلاغ، أغلبها كان إخراج مركبات عالقة وأشخاص داخلها، وتم إنقاذ خلال هذه العمليات 39 شخص ما يقارب 39 شخص. وأيضا هناك بلاغات في منازل مغمورة بالمياه تم التعامل معها وسحب المياه إلى خارج المنازل، وما زالت قوة الطفل. ولكن أيضا هناك بلاغ وصلنا مساء في يوم الأمطار كان في جسر شعيب الصناعية، هناك كان ارتفاع في منسوب المياه. طبعا احنا كقوة الإطفاء العام تعاوننا مع وزارة الكهرباء ووزارة الأشغال وفعلنا مضخاتنا الهيدروليكية المطورة، هذه الوحيدة طبعا في دولة الكويت وفي الشرق الأوسط، وتم سحب مياه بكميات كبيرة من هذه المنطقة حفاظا لمولدات الطاقة الكهربائية الموجودة في هذه المنطقة. عقيد محمد، نرجع مرة ثانية على تمرين شامل ثمانية. احنا لاحظنا من خلال تواجدنا حتى في هذه اللحظة ان معنا الجهات العسكرية، الجيش الكويتي، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، ايضا الطوارئ الطبية من وزارة الصحة. ما نقدر نسبق الاحداث والسيناريو هذا، نقدر نقول البسيط اللي عندكم السيناريو هذا شنو راح تكون بعد شوي، ان اشعال سيارات وحوادث، بس نبين للساده المشاهدين عن هذا التمرين في شكل مبسط. نعم، هذا التمرين راح يكون فيه حوادث مختلفه ومعاطل مختلفه، وتعامل مع كل جهه حسب اختصاصها. هناك متفجرات، هناك ناس طالعين بزوارقهم في البحر، طبعا هذه كلها معاضل، وتم غرق زوارقهم ويتم انقاذهم عن طريق زوارق الاطفاء وايضا عن طريق الهليكوبتر من الجيش الكويتي. وايضا هناك وزاره الصحه طريقه تعاملها مع الحوادث، سواء حوادث طرق او حوادث غرق او منازل محترقه، وراح تشوفونها ان شاء الله بعد قليل في تمرين شامل ان شاء الله. العقيد محمد بدر الغريب، مدير العلاقات العامة والإعلام في قوة الأطفال العام، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح للسادة المشاهدين حول هذا التمرين اللي راح ينطلق بعد قليل. إذا زميلي نجيب، هذه صورة حية ومباشرة حول تمرين شامل، طبعا مثل ما ذكر فيها العقيد محمد الغريب مدير العلاقات العامة والإعلام في قوة الأطفاء العام، أن هذه المعضلة سوف تبين كيفية التعامل مع الأزمات والحوادث والحالات الطارئة لا سمح الله داخل دولة الكويت، وتناغم جميع الجهات المختلفة المشاركة في هذا التمرين. عودة لك زميلي مرة أخرى. كل الشكر لك زميلي يوسف صفر، كنت معنا من منطقة عريف جان، والشكر موصول لضيفك الكريم ولمتابعة تمرين شامل ثمانية، وليأتي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظه الله.